السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع الفوضى السلاح، شهد قضاء الشطرة بمحافظة البصرة تصعيدا مسلحا من قبل عشيرة خفاجة بسبب صدور مذكرة قبض ضد أحد شيوخهم، وذلك بسبب دعوة قضائية رفعتها بلدية الشطرة لوجود خلاف على قطعة أرض زراعية، حيث تم حمل السلاح وإطلاق العيارات النارية في صورة تؤكد الفشل الأمني ووعود الحكومة الكاذبة كما يقول العراقيون في حل ملف انتشار السلاح في العراق وحصره بيد الدولة. فلنشاهد. نبقى في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر في نفس الملف. في مشهد أيضا يؤكد الفوضى التي يعيشها العراق من الناحية الأمنية، استعرضت عشيرة الصرافات في البصرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عبر إطلاق نار كثيف في الهواء دون السؤال عن تبعات هذا الرصاص وما يمكن أن يخلفه من ضحايا. فنشاهد. قد يقول البعض أن هذه عشائر وهي مثل الميليشيات أيضا تحمل السلاح خارج إطار القانون، لكن إن كنا نتحدث عن الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح في العراق، دعونا نشاهد مقطعا للقوات الأمنية الرسمية الحكومية التي من واجبها منع هذه المظاهر التي تسبب الذعر بين صفوف المواطنين. في هذا المقطع مشاهدينا الكرام، ضابط من القوات الحكومية وهو يطلق النار في الهواء بشكل استعراضي مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فلنشاهد. هذا مشهد في العراق يتكرر يوميا. هناك تعليقات وردت حول هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أول تعليق من ليث يقول: لعد وين كنت قبل يومين من ربع الله مسوين استعراض بالكرادة؟ إشارة إلى هذا الضابط. في تعليق لدينا من رنا تقول: تلقى هذا نفسه بالسيطرة يفوتون يما ربع الله يفتح لهم الطريق العسكري. تعليق لدينا من يسر تقول: احنا كشعب نطالب الحكومة بمعاقبة كل شخص يرمي بداخل المناطق السكنية اي شخص كان وبغض النظر عن وظيفته وانتمائه. اتوقع هاي المطالبة ما توصل الراس الشارع. واخر تعليق لدينا من احمد جليل يقول: كلش هواي ضباط، هاي شخصيتهم، رتبة وبدلة ويلزم البندقية يرمي بيد وحدة ويمشي ويباوع لنجماته، يسد النقص بشخصيته بهالسوالف. هذه جزء من الردود التي جاءت على هذه المقاطع، وتحديدا طبعا كان موضوع الضابط الذي يستعرض بسلاحه في الشوارع. في موضوع آخر، في خبر آخر، تظاهر عدد كبير من طلبة الجامعات أمام وزارة التعليم العالي في بغداد للمطالبة بأداء الامتحانات بالنظام الإلكتروني بدلا من الحضور في ظل تفشي فيروس كورونا وتسجيل معدلات إصابة مرتفعة في العراق. فلنشاهد. نبقى في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. نظم طلبة محافظة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بالامتحان الإلكتروني. فلنستمع.
لابد وكثير من الإجابات من أبو كثير تسأل من السمع من داعي الأستاذ ما تشغل جواب يعني جواب أرجع السؤال طالبنا الله في نستمر في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى محافظة المثنى، حيث تظاهر طلبة جامعة المثنى رفضاً لقرار وزارة التعليم العالي بجعل الامتحان بنظام الحضور، مطالبين بجعل الامتحانات إلكترونية بالكامل. فلنشاهد. طبعا تفاعل مغردون في موقع تويتر مع وسم الصحة والتعليم يضحون بالطلاب. دعونا نقرأ بعضا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. مرتضى الخزرجي يقول: نطالب بامتحانات إلكترونية لطلبة الجامعات، من غير المعقول يتم تدريس المواد إلكترونيا ونمتحن حضوري. تغريدة لدينا من زيوني المنصوري يقول: 6000 إصابة باليوم، وما زالت وزارة التعليم ووزارة الصحة مستخفة بحياة الطلاب وتجبرهم على أداء الامتحانات بشكل حضوري. أي رصانة تدعون وحياة الطلاب لعبة بأيديكم أو لعبة بأيديكم. لدينا تغريدة من زهراء تقول: إيقاف دوام عندما كانت الإصابات 1000 وإرجاعه عندما أصبحت الإصابات 6000 هو قتل متعمد للطلبة وجريمة لا تقل عن أي جريمة أخرى. لدينا تغريدة أخيرة في هذا الموضوع من باقر يقول: قانونيا لا يجوز لوزير الصحة التصريح بشؤون وزارة أخرى وإن كانت هناك ضرورة صحية تقتضي ذلك، بل توجيه توصياته إلى لجنة السلامة الوطنية العليا المشتركة والمشرفة على الواقع الصحي في البلد وهي من تقرر ذلك. لكن للأسف بالعراق كل من بكيفه وماكو شيء تعتمد عليه. ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. هذا هو محافظ المثنى أحمد منفي قال: إن أغلب النساء يأتينا إلى حائط أحباب الله في الرميثة من محافظات أخرى ولسنا من محافظة المثنى. أضاف إلى هذا الكلام أن من لا تملك راتبا منهن لا يتجاوز عددهن 15 سيدة فقط. فلنستمع إلى حديثه. بعد كلف رئيس الوزراء وزير العمل جاني للمحافظة وشكلنا فريق عمل أنا وزير العمل وطلعنا لهذا المكان. طبعا ما يقارب به 280 امرأة، لقينا 15 امرأة فقط ما تستلم شبكة الرعاية الاجتماعية والبقية كلهم يستلمون. طبعا هذه الرميثة كرام ومحترمين ما يخلون النساء عميز، يجون من يعني من قضاء الحمزة من الديوانية، يجون من الناصرية، يجون من باقي المحافظات، يعرفون يعني السماء كرماء وهذه، يجون يكون بهذا المكان. وما نطرد اليوم هذا السائل، لو صدق السائل لهيك المسؤول. بعدين هذا اللي الآن التقرير اللي يقدمه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأنا موجود وب يعني حتى الان لا تدون اوديكم التقرير 15 امراه ما تستلم راتب والبقيه كل يستلم راتب. طبعا انتبهت الى موضوع انه اهل المثنى كرماء ما يخلوا النسوانهم هيك، وكانوا نساء باقي العراق لا يستحقن ان يعيشن حياه كريمه. دعونا نتابع هذا المقطع. مقطع من امام حائط احباب الله بعد هذا التصريح واللقاء مع محافظ المثنى احمد منفي. هذا المقطع يبين حقيقة أوضاع النساء العراقيات هناك، وللعلم جميعهن من محافظة المثنى. فلنشاهد.
الاثنين. لا 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 مو زين. دوانيه اكو بيتين جايه الدوانيه؟ لا لا اليوم شو يوزعون احباب الله؟ ايش عندنا هنا؟ يعني غذائيه، ملابس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه اربع اصابع من مسؤول يطلع محافظة المثنى ويقول النساء الموجودات من الديوانية ومن الناصرية ذن بنات المثنى بنات السماوي، نسبة الفقر عندنا فوق 60%. عيب من تصير مسؤول والتاجر حتى فوق الناس، عيب عليك. المفروض تطلع تدافع عن مظلومية هاي الناس. زين منو منكم يستلم راتب رعاية؟ الرأي العام جاي يشوف. اللي يريد الحقيقة يظهر حق الناس، حق الناس. احنا مظلومين من حكومة المركز وحكومة والحكومة المحلية هم مظلومين بيها. ارجع واكرر، المتاجرة فقراء الناس والله العظيم عيب من تصير مسؤول بالمحافظة وما تطلع تدافع عن حق هاي الناس على مود تنهي المعاناة. ما نريد تبقى معاناتنا بعلاقة او بهدوم. القضية كالآتي، الحقيقة واضحة وحق سيد الشهداء، لو تموتون ما نعوف الدفاع عن هاي الناس. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام تعليقات وردت حول هذا المقطع في موقع فيسبوك. في أول تعليق لدينا من أمجد سلطان بعد ضحكة يقول: يجي من الناصرية يأخذ مساعدات بعشرة لو بخمسطعش ألف ويرجع هو كروتة خمسطعش ألف، تضحك على روحك أنت، بإشارة إلى المحافظ. في تعليق لدينا من مظفر يقول: خلي يشوفون اللي انطوا سيف الإمام علي للمحافظ واللي وقعوه على بقائه، وقعوا على بقائه. في تعليق من حسين يقول: من أهم أسباب الفقر في المثنى هو تأثير الانتماءات القبلية في إدارة شؤون المحافظة، واعتماد وتغلب أو تغليب مبدأ المحاصصة العشائرية على مبدأ الكفاءة والنزاهة. تعليق أخير في هذا الموضوع لدينا من لقمان يقول: وزارة التخطيط أكدت نسبة الفقر 52% في محافظة المثنى. هذا رد من الحكومة على محافظ المثنى. نخرج الآن من العراق ونذهب إلى لبنان. في لبنان نتابع في المقطع التالي تدافعا على السلع المدعومة في لبنان في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة اللبنانية، حيث اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ميليشيا حزب الله بمسؤوليتها عن هذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان عبر وسم عصابة تحكم لبنان. دعونا في البداية نشاهد هذا المقطع. عصابة تحكم البلد هو الوسم الذي أطلقه المغردون في موقع تويتر. حمد العبدلي يقول: حزب الله سرق مستقبل لبنان بعد أن سرق أمواله وسرق حياة أبنائه. في تغريدة أو تعليق هو لكن الوسم في فيسبوك، لدينا تغريدة حول هذا الموضوع يقول: هذه الميليشيا الولائية شر مستيطر ومستطير، احتلت لبنان وأعاثت به فسادا ودمارا وخرابا، وأهانت شعبه الذي بات ينادي بأعلى صوته مسمعا العالم ومن حوله: متى نتحرر من هذه الميليشيا؟ ومتى تطير الحكومة اللبنانية بجناحي قوة الشعب وقوة الدولة؟ لدينا تعليق من حسين الفارس يقول: الوقوف في وجه الميليشيات ووقف إجرامها مسؤولية وطنية في عنق جميع الشرفاء. ولدينا في آخر تعليق في هذا الموضوع من خالد يقول: ميليشيات حزب الله اللبناني هي سبب كل مشاكل لبنان. كان هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. وردنا هذا المقطع عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام لمواطن فقير كاسب من محافظة بابل قضاء المحاويل، يعاني ويناشد الجهات المسؤولة لتوفير المساعدات الحكومية وتوفير رواتب للطبقة الفقيرة، فنستمع إلى حديثه. الناشد الكل الطيبين بالدولة، الكل المعززين المكرمين بالدولة،
شوفوا لنا الطبقة حل لهاي الناس الفقرة، هاي الناس المساكين، هاي الناس الأتامة. يعني يصير مسؤول واحد بالبرلمان يتأخر راتبه يوم، يصير ينقطع رزقه أيام، إحنا أيام أجور أياميه ورزقنا قليل. يعني وشوفوا لنا حل، أبسط شيء للغذائية، عندي طفل عمره صار 3 سنين ما يستلم غذاء، يعني غذائية وين أبو الغذائية؟ يعني طفل ما له غذائية، ما له أحد يسمع صوتنا، إحنا ناس الفقرة التعبانين، يعني وين ننطي وجوهنا؟ نطلع من هذا البلد؟ شوفوا لنا حل، غذائية ماكو، راتب ماكو، معتمدين بس على العمالة وعمالة ماكو. يعني حل راتب عاطلين ما عندي، راتب اجتماعية ما عندي، سووا لي حل. الله وكيلكم وكفيلكم، الله حتى صحة ما عندي، أنا إنسان مريض ومن أوقع إلا للمستشفيات هي الله أصحى. يعني سووا لنا حل، حل يعني إحنا تعبنا، اليوم أكو عمل واليوم يجوز بي حل، بس باكر شلون أنا أريد أعيش؟ هالأطفال عندي 6 نفرات برقبتي، بيتي تعبان. أهلا بكم مع فقرة صندوق الوارد. لدينا هذه الرسالة وردتنا عبر منصتنا في فيسبوك. الرسالة تقول: بلغ سعر المتر المربع في منطقة القادسية ببغداد أسعارا خيالية، هذه الأسعار حتى في ميونخ ولندن غير موجودة. لا أدري إذا ما كان العراق هو البلد الأفضل في الكرة الأرضية، أغلب ساكني تلك المناطق هم من النواب والسياسيين المعروفين، كانوا قبل 2003 لا يمتلكون سنتيمترا واحدا. هذه الأسعار الخيالية تدفع بالعراقيين إلى الهجرة والعيش في تركيا وغيرها من الدول. لا وجود لقانون ينظم أسعار العقارات وبدلات الإيجار، بل بعض مكاتب العقارات والدلالية عبارة عن مجموعة عصابات هي من تتحكم بأسعار العقار كيفما تشاء، وهناك تخادم بينها وبين جهات معينة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر منصاتنا المعتمدة في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ما لدينا اليوم بفقرة صندوق الوارد، نراكم بعد قليل مع فقرة الهاشتاج. هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإنصاف حملة الشهادات العليا والدبلوم بعد الإهمال الحكومي لعشرات الآلاف من الخريجين عبر وسم أنصفوا شهادة الدبلوم. دعونا نتابع بعضا من التغريدات. عادل يقول: نحن لفيف من خريجي المعاهد التقنية والإدارية معتصمين منذ 8 أشهر أمام بوابة رقم 9 للمنطقة الخضراء في العلاوي، مطالبين بأبسط حقوقنا هي إنصافنا كشريحة مهمشة منذ 2003 ولغاية الآن. نحن الخريجين الذين سرقت أعمارهم بسبب الأخطاء الإدارية وسوء تخطيط، وليس لهم ذنب فيها. تغريدة لدينا من محمد جاسم يقول: معتصمو المعاهد أو معتصمي المعاهد تطلب الإنصاف بحقها، وقد افترشوا الأرض ل9 شهور، فهل للحكومات أن تنصفنا؟ تغريدة لدينا من حسن يقول: حذاري من التسويف والمماطلة، فالوقت هو الحياة، يجب أن تستغله في العطاء والإنتاج. وآخر تغريدة لدينا من رسل تقول: التعيين حق وليس مطلب. تعاني شريحة كبيرة من الخريجين في العراق من غياب فرص العمل، من البطالة، ومن إهمال السلطة لهم ولمناشداتهم ومطالباتهم، بل كذلك تسلط أدواتها القمعية من حكومة، قوات أمنية وميليشيات للاعتداء على هؤلاء الخريجين، على شباب البلد، على عماد البلد، عندما يطالبون بحق مشروع. نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة. نجح تعويم سفينة الجانحة بقناة السويس وعادت الملاحة للقناة مرة أخرى، فنشاهد. We'll be right back.
ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. في ظل جائحة كورونا هناك ابتكارات جديدة لمحاربة هذا الفيروس، دعونا نتعرف عليها. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.